خلال حياتنا العلمية تعرفنا على علماء قاموا بوضع بصمات في التطور العلمي، مثل العالم إسحاق نيوتن الذي اكتشف قوانين الحركة، والعالم ألبرت أينشتاين الذي استطاع تفسير ما لم يستطع نيوتن تفسيره باكتشافاته. قد يظن البعض منا أن أصحاب الاكتشافات الرائعة هم علماء غير مسلمون فقط، ولكن هذا غير صحيح. فلو قمنا بالبحث لاكتشفنا أنه حينما كانت شعوب العالم غارقة في الظلمات كان المسلمون في ذروة عصرهم الذهبي. فالعالم الزهراوي يعد أعظم الجراحين في العالم الإسلامي، حتى أن بعض اختراعاته لا تزال تستخدم حتى اليوم. والعالم ابن الهيثم الذي كانت إنجازاته تمتد بين علوم الهندسة إلى طب العيون، فقد أثبت أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين مباشرة. وفي عصرنا الحديث تأتي المعمارية زها حديد التي نالت العديد من الجوائز في فنون العمارة، حتى أن بعض أعمالها ما زالت تشيد حتى بعد وفاتها. وما زال هناك علماء ينتظرون أن يشاركوكم قصصهم وإنجازاتهم. في جامعة الفيصل من 29 من شهر سبتمبر حتى 3 من شهر أكتوبر. وللمزيد من المعلومات تواصلوا معنا خلال مواقع التواصل الاجتماعي.